وفعلا خطاب ديال جلالة الملك في هذا الديكا 19 ديال تربع جلالة الملك على عرش أسلافي الميامين، فعلا هو كان نقدر نعبر بلخص الخطاب في واحد نقطة نظام، نقطة نظام، وفعلا مشى لبعض القضايا اللي هي يعني المواطن العادي البسيط يعني عنده معاناة، عنده معاناة خصوصا الفئات الهشة في وضعية إعاقة، وطلق واحد مجموعة ديال الأمور، منها القضية ديال التعليم الأولي اللي هو الآن مازال ما وصلناش أقل من 50% للناس اللي الآن النسبة ديال تم مدروس. جبت القضية ديال التجربة ديال الغامض رغم الإيجابية ديالها، ولكن مازال إلى حاجة إلى مراجعة وإلى سبيسو. جبت القضية ديال يعني ديال الاستثمار والمجالس الجهوية ديال الاستثمار كرافعة اللي غادي تخلق فرص ديال الشغل، واللي غادي خص المراجعة ديالها بشكل جذري باش تشجع الاستثمار في سميتو، واللي غادي تخلق فرص ديال الشغل، بالإضافة للحوار الاجتماعي بين الحكومة وبين الفرقاء الاجتماعيين. بمعنى أنا تنظن هذا الخطاب ديال اليوم هو واحد نقطة نظام اللي خص الحكومة أنه تديرو يعني في خيطة ديال الطريق ديالها من أجل إن شاء الله السنوات المقبلة اللي غادي تمكنها باش أنها تعالج مختلف الاختلالات اللي تتعيشها القطاعات اللي تتمس المواطن بشكل مباشر.